السلام عليكم. النهارده رجاله هوريكم تمرين الكتف باستك المقاومه دوت. طبعا بعد ما نسخن الرفرفه امامي وجانبي والاستريشات بتاعتنا من غير وزن، هبدا رجاله كتف امامي خلاص 10 عدات او 12 عده، تمام، اربع مجاميع يمين وشمال. بعديها هاخد رفرفه امامي خلاص كتف، ماشي يا رجاله. بعديها هاخد كتف جانبي وارمي لورا، تمام يا رجاله كده. بعديها رفرفه كتف جانبي، ماشي. وبعديها ناخد كتف رفرفه خلفي، وبعديها ناخد يا رجاله اخر حركه معانا ترابيس خلاص. ممكن ناخدها بالشكل دوت خلاص. المجاميع بتاعتنا ان شاء الله اربع مجاميع 10 عدات، الترابيس خليهم 15 عده، وكانك معلش كده بتشيل وزن تقيل، لان استك المقاومه مش بيبقى زي الدمبل او البار اللي احنا بنلعب بيه. واستنوني ان شاء الله رجاله في فيديو تاني بتمرينه مختلفه. السلام عليكم.